السلام عليكم أحبتي وأصدقائي متابعي قناة الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية وجمعة مباركة عليكم وعلى عوالكم. وجيناك بآخر أخبار منتخبنا الوطني والقرار الجار اللي صدر من الفيفا. على اتحاد العراق لكرة القدم بأن ملعب المدينة الدولي يتم بالجاهزية لاحتضان مباراة منتخبنا الوطن ونظيره الزامبي أو شقيقه الزامبي، والذي تنطلق في الساعة 8 مساء هذا اليوم عن جيش شقيق الزامبي بعد مواقف أخوة يوسف العرب أمام العراق. تحياتنا للمنتخب زامبيا والمنتخب أوغندا اللي قبله وافقوا يجون رغم التداعيات الأمنية اللي تعلنها الفيفا. هذا قد أعلن السيد عدنان درجال وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد العراق لكرة القدم بأنه سيتكفل بإنتاج مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب زامبيا، وسيكون نقلها مجانا لجميع القنوات العراقية والعربية الراغبة بذلك. يعني هاي فرصة لكل العراقيين يشاهدوا مباراة منتخبنا الوطني أمام زامبيا، ورسالة نوجهها للفيفا نقول لكم شوفوا مباراة العراقية على الأراضي العراقية وتبل لكم. صادر تفيد بأن مباراة منتخبنا الوطني اليوم أمام شقيقه الزامبي ستكون مباراة باختبار قدرة العراق على الاستضافة قبل إصدار القرار النهائي بلعب العراق أمام الإمارات في العاصمة بغداد، لأن القرار الأول لم ينفذ لغاية الآن ولم يعطي الضوء الأخضر رسميا ولا صحة لمعلومة أخذ المشورة الإمارات للعب في بغداد، حيث تم توجيه كتاب تكليف لجنة مختصة من الاتحاد الدولي الفيفا بمتابعة مباراة منتخبنا الوطني من كل النواحي اللوجستية والأمنية. أما رد اتحاد الإمارات حول أخذ المشورة من قبل الفيفا بهذا الخصوص، حيث رد يوسف السهلاوي قالا أن قرار الاتحاد الدولي قرار اتخذ واخترنا به ولم يطلب منا الرد، إنما هو قرار نهائي. قرار نهائي طبعا شنو؟ اللي هو نقل مباراة الأرض محايدة، يعني ماكو شيء اسمه أخذ مشورة من عندهم تلعبون في بغداد أو لا. والله ما نعرف، حرب أعصاب جاي خذوه على منتخبنا الوطني. هذا وقد أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم بأنه لم يصل أي خطاب جديد من الاتحاد لكرة القدم بخصوص استشارته باللعب في بغداد أمام منتخب العراق ضمن مراجعة جديدة لمسألة رفع الحظر الملاعب العراقية خلال تصفيات الأسهم مونديال قطر 2022. وأفادت هذه المصادر أن الإمارات لاعب لها بتفاصيل وخفايا القرار الدولي بنقل مباراة المنتخب العراق والإمارات من ملعب المدينة الواقع وسط العاصمة بغداد إلى بلد آخر سوف يتم تحديده من قبل الفيفا في الأيام المقبلة نظرا للظروف الأمنية على حد وصف المراسلة التي جاءت من الفيفا. وأفادت هذه المصادر إن ذاتها أنهم قد سمعوا من وسائل إعلام عراقية أن الفيفا قد وافق على إعادة المباراة إلى بغداد بشرط أن يوافق الاتحاد الإماراتي على هذا الأمر، مؤكدة أي الجانب الإماراتي أن القرار بيد الاتحاد الدولي والاتحاد الآسيوي ولا دخل للإمارات في هذا الموضوع أيضا. وأفادت هذه المصادر أيضا أن الجانب الإماراتي لم ولن يمنع الحضور واللعب في العراق، والدليل أن مشرف منتخب الإماراتي ومساعد المدرب تواجدا الأسبوع الماضي في بغداد وقاما بتجهيز جميع الأمور اللوجستية لمواجهة التي من مزمع التقام يوم 24 من هذا الشهر.